انا عايزه بس ابدا، احنا يمكن سلطنا الضوء حتى في التقرير، جابوا سيره باباكو، ما جابوش، وجابوا طبعا سيرتكم، بس ما جابوش سيره مامتكم. مامتكم يمكن هي اللي ليها الدور الاكبر اكيد في صناعه طبعا. الابطال دول او النجوم دول دورها الاساسي اساسا. دورها ايه بقى نادين؟ كلميني قبل ما ادخل بقى في اللي انت عملتيه. انا بجد عايزه اتكلم عن مامتك لان ما فيش حد جاب سيرتها. لا هي بصراحه ماما تعبانه معانا جدا واحنا صغيرين يعني. هي اللي كانت اولا بتزقني انا دايما، لان انا عشان تلعبي اللعبه اساسا اصلا ولا وهي اللي كانت بتيجي دايما معانا يعني، هي اللي كانت بتواظب ان هي تنزلنا التمارين دايما، والبرايفت وال من المدرسه من المدرسه بعد كده للتمرين طول اليوم في النادي. لا هي بصراحه اتبهدلت معانا، وبعدين مش انا بس، ده مازن ومالك يعني، وبعدين احنا الثلاثه سننا قريب، فكان احنا الثلاثه مواعيد تماريننا قريبه من بعض. دي صوره مامتك يا نادين؟ يعني يعني ثلاثه وبيلعبوا، فكل واحد ليه تمرين اعتقد بقى من الصبح لبالليل بتستنى. أيوة بتوصلكم بتستناكم اللي تخلصوا تمرين حرفيا من بعد المدرسه لحد بالليل، احنا قاعدين في النادي، هوم ورك ماما في النادي، اكل وشرب في النادي. يعني بصراحه هي اتبهدلت معانا جامد. وانتوا كمان مواعيد كمان الشباب غير مواعيدك انت صح؟ بالظبط. احنا كمان سننا مش زي بعض، ف يعني دايما ايه الصبح تمرين نادين، في نص اليوم تمريني، بالليل تمرين مالك، فكل ده احنا طول اليوم في النادي. هي طبعا بتبقى نازله الصبح. هو طبعا دور الام بيبقى دور يعني دور كبير جدا، ويمكن الواحد انا كمان لعبت يعني لعبت كوره، فالدور ده ما بنحسه لما نكبر، بنحس واحنا صغيرين ما بنحسش، ويبقى يعني الموضوع بالنسبه لنا يعني ده الطبيعي. لكن لما بنكبر كنا بنبقى مستغربين انت ليه ماما مصممه ان احنا ننزل التمرين، خلاص يا ماما يعني نقعد في البيت النهارده. لا هي اللي بجد دلوقتي انا عرفت قيمه ده بصراحه، انها دايما زقانه لا ما نغيبش، لا نركز عشان نامي بدري عشان عندك ماتش بكره، لا قومي بس كلي كويس دلوقتي، وقومي كله كويس دلوقتي عشان عندكم ماتش. فاهم ايه امتى بقى اتعلمتي ايه بقى؟ اتعلمتي ايه في اللي هي كانت بتديهولك ده وتسقهولك بالمعلقه؟ الزن انت بس الزن اللي بيجيب نتيجه. ده اللي اتعلمتيه؟ ده اللي اتعلمتيه الزن الايجابي. انت فادك في ايه الزن؟ فادك في ايه بقى الزن ده؟ لا وصلنا اللي احنا فيه يعني. وصل مازن ومالك بصراحه، هي صبرت كمان على مازن ومالك جامد قوي يعني. ايه يا نادين بيني وبينك؟ كارثي بجد. مالك بقى بالذات يعني ده غلبان. انا حاسه ان ده اللي بالذات مش هو. والله مالك مش انا خالص خالص، لا خالص يعني تحت لتحت. صح صح صح.